the left, drinks to the right. I fall for a girl, not fall for a guy. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من نجوم أون ستيج. اليوم ضيوفنا عالم كتير مهضومين وبيشيلوا الهم عن القلب. اليوم معنا الكوميديان بونيتا سعادة والكوميديان والمرشح ميشيل أبو سليمان. أهلا وسهلا فيكم. كورونا؟ لا كورونا كل سنة مرة. كيفك؟ كيفك؟ رح نبلش هلأ بأول لعبة اللي هي بوكس النجوم. هلا رح نبلش بأول لعبة معنا. سو رح أخبركم اللعبة شو هي. بدكم تفوتوا إيديكم بالبوكس إذا ما جاوبتوا على السؤال اللي رح أسألكم إياه. أوكي بس إذا بونيتا ما جاوبت أنت وياها بتفوتوا إيديكم. مش اللي ما بجاوب. لا بتنينتوا. بتنينتنا أنا هون. صح صح. بس عم أنت عم جرب تطلع. لا إنه. أوكي. شيء أخضر مظهر. يلا منبلش. يلا. رح أبلش بأول سؤال مع ميشيل. معروف عنك بسرعة البلد. معروف عنك لا بلاها. شو معروف؟ معروف عنك بسرعة البديهة وبتلعب على الكلام. شو اللعب على الكلام يلي لعبته بوقت الغلط وبمطرح الغلط؟ ولا مرة. ولا مرة. ولا مرة؟ ولا مرة. ولا مرة لعبت على الكلام بالمطرح الغلط لأنه في عندي أوتو سانسور كتير سريع. يا بيقول لي يا قول يا ما تقول. أبداً. ولا مرة؟ مثلناها مرة. مثلنا أنا ومدلين مطر وقتها وعملنا سكتش وعساس كنت مستعجل عندي مسرح. قال لي باسم ميشيل ما فيك باسم كريستون وقتي. صح. بوجه له تحية. قال لي لا ميشيل ما فيك تفل هيك عمول مشكل. قلت أنا مع منى. قال لي لا عمول مع مدلين. وركبناها أنا ومدلين وطلعت طبيعية يعني. خي بونيتا كيف بتحرفي أول شيء كيف بتحب تعرف الناس عن حالك كمقدمة كمقلدة شخصيات أو كممثلة؟ لا الناس انا ما انا بونيتا سعادة لانه كل حدا شيء اللي حضرني اكثر بالتمثيل شيء اللي بالتقليد وفي قدمت برامج لا انا ما بقدر اقول العالم هن كل حدا بصنفني شيء بس ما شو بيقولوا لي بيقولوا لي انت البونيتا المهضومه اوكي هيدا اكيد بس معروف عنك انك بتقلدي كثير شخصيات ان كان بلبنان او بالوطن العربي بس مين الشخصيه اللي بتزعل لما تقلديها لك في كذا حدا بيزعلوا اول شيء بس بيرجعوا بيردوا يعني في حدا ما حبت اول مره قلتها هي حليمه بولن ثاني مره قلتها ونزلتني ستوريز وبعثت لي فويس يعني مرات ما بيتقبلوا اول شيء بس بيرجعوا بيقتنعوا من ورا ما الناس تقول انه لا ما مقلدتك صح بيقتنعوا اول شيء بيكونوا رافضين اوكي طب الشخص اللي زعل يمكن اخذ موقف منك لا ما في موقف لا هول هن مواقف بيرجعوا بيتغيروا اوكي ميشيل كنت لبرنامج حديث البلد اذا فينا نقول كوهوست او رفيق البرنامج ليه بطلت لانك هلا لانه في كاكسبسيونال مرشح على المقعد ماروني بنشوف وكمرشح ما فيني يكون صديق برنامج ببرنامج بوقت الانتخابات عم بيستضيف مرشحين يعني اذا انا بدي اكون صديق البرنامج وبدي نكت اي نكتة مقابل هالمرشح يمكن يكون انا مش قاصد انه ازعجه يمكن ينزعج بقى الافضل اخذت قرار الاداره ومسيو ميشيل مور ولقيت معهم حق انه هلا ميشيل هيدا السيزن الله يوفقك اذا نجحت كنايب او ما نجحت هيدا السيزن عفينا منك اوكي اي اكسبيرينس حبيت اكثر حديث البلد او دانسينج وذ ستارز اوه الاثنين كثير حلوين هيدا على المدى الطويل حديث البلد على المدى الطويل عمل شغل كثير حلو بالنسبه ل الكاريير تبع ميشيل أبو سليمان يعني برزني بس دانسينج كيف يعني اجيت هيك شقلي هيك شو يعني عرفت دانسينج يعني بظرف 3 شهور يلي ما كان يحضر حديث البلد وخصوصا الشباب والصبايا الصغار ركزوا على دانسينج شافوا ميشيل أبو سليمان صار عندي اسمه فانز صغار شباب وصبايا صغار ما كانوا موجودين اس فانز يعني دانسينج وذ ستارز كان بوش كثير قويه لحديث البلد اوكي اي اكثر اي طب اي اكثر بحس هيك دانسينج بده حديث البلد دانسينج طب اكسبوجر اكثر دانسينج دانسينج طيب وبونيتا انت كمان كنت بدانسينج وذ ستارز اي اكسبيرينس حبيته اكثر دانسينج وذ ستارز او حديث البلد او البرامج اللي شاركت فيها لا اكيد دانسينج وذ ستارز لانه انا طول حياتي كل ما بسمع مزيك بشوف حالي عم برقص بقى عم تتخيل هيدا شيء شفالي صار عندي شفا شفيت من عبالي لحظه
طفالي جوجل لا رقعلي لا رقعلي طفالي 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 غليلي طفالي غليلي ايه وحلم حققته ولو انه انا خرجت بكير بس كان خروجي شغله مهمه. مين اول شخص وقف بوجهك لما فتت على الدومين؟ شو يعني وقف بوجهي؟ يعني قال لك انا ما بدي اياك تفوت على هالدومين او يمكن كان عم بيخطط لقصص انك ما تقدري تبلشي بالدومين. لا ما في في اندايركتلي بيكون في اشخاص بحطوك شوي على جنب بيظهروا اشخاص تانيين يعني بينيموا الموضوع بس في شغله بدي اقولها انه وقت واحد يكون عنده موهبه وماده واصرار مثل حضرتك ما حدا بيقدر يعتم عليك ما في بقى حتى في اهل بالاهل في اشخاص انه انت بدك تعمل انت بدك توصل انت بدك تتميز ان شاء الله انت مفكره هلا الاخبار بس هيدول كلهم بيعطوك حافز نو واحد يقدر يوصل اذا ما عنده هيك اشخاص هلا بتتضايق اولتها بس لو ما هني انت ما بتوصل ولو ما بيشجعوك اشخاص وبيوقفوا حدك ما بتوصل فهذا البالانس الحلو بالحياه فانت لازم لما الواحد يكسر او يحطم او يقلل من شأنك عرف انه مع الوضع الطويل هون هن الحافز لك وبدي هنيك رايم ثانك يو اصرارك واللي بعمرك بعضهم عم يلعبوا قدام البيت مع اصحابهم انت عندك برنامج على الهواء ولك منا كرو لك منا يعطيهم العافيه يعني جايين كرمالك لحتى تعمل هذا البروجرام انا بهنيك من كل قلبي عمرك 17 سنه عندك بروجرام على الهواء هيدي قليل 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 يلي مثلك برافو ثانك يو سو ماتش اول شيء كمان لكم انكم وثقتوا فيي هلا بس توصل وتوصل وتوصل بدك تشكر تذكرني خلص بتذكركم ميشيل بتحس انه حديث بدل يعني قبل يعني خدنا بحلمك ايش حبيبي خلصت يعني الحلقه بحلمك ميرسي بهيدي الحلقه كانت حلوه يلا يعطيكم العافيه ميشيل بتحس انه حديث البلد ظلمك بمطرح من المطارح يعني الناس لما تقول ميشيل ابو سليمان بينسوا كل شيء انت عملته مسيرتك بيقولوا تبع حديث البلد بيزعجك هذا الشيء او ظلموك لا انا تبع حديث البلد يعني مش تبع حدا ثاني كثر خير اوكي تبع شيء طيب بهيدي اللحظه شو او مين حديث البلد غير الانتخابات بهيدي اللحظه مين حديث البلد بهاللحظه مين حديث البلد يلي عم بيحاولوا يخرقوا المجتمع المدني قد ما خايفين من الثوار ومن الحراك بلوايح تابعة للسلطة يعني فيك مزيفة لوايح مزيفة فايتة عم بتخوض الانتخابات النيابية تحت شعار انه هن ضد السلطة وضد المنظومة وهن مدعومين من السلطة ومن الأحزاب السلطة ومن الحكومة واللي بدك اوكي خليني ساكت خليني ساكت منيتا انت يعني ما بتحس انه مرات انظلمتي او مش اخذ حقك مثلا لما يطلعوك مثلا ضيفه ببروجرام او بحلقه بتطلع حلقه او حلقتين بالمسلسل مثلا ما بيعطوك بطوله بتحس حالك مظلومه بهذا لا بعتبر انه كل شيء بوقته يمكن شركه الانتاج يعني شو بقى بده يحكي بصراحه نفس الموضوع بس انا التقييم تبعي والقيمه تبعيتي هي بنظره الناس لإلي يعني هن شايفيني انا خرج بطولات اذا منتي الشركه منا شايفه انا ما بزعل ما يعني لو في عندك اشخاص بياخذوا بطولات على الارض لك ما حدا بيعبرهم ما حدا بيحترمهم ما حدا بيتصور معهم ما حدا بيقيمهم فانا ام ساتيسفايد عرفت بس ما بتهمني البطولات بهمني مشاركه مسلسلات لانه هذا الشيء بحبه بس لنشوف بحس انه خليهم هلا اخذين صبية اثنين ثلاثة ما تركاش بده خلص ينزهق منهم لا ارجع انا بصير بالوقت مؤهلة اكتر طيب ما بتنزعجي انه مرات يعني بيستضيفوك ببرامج ان كان انترتينمنت او منن بس تتقلد شخصيات ما بيحاولوا بونيتا سعادة يعني لإلك إلك لكن اكترية اول شيء هذا شيء بيسعد انه انت عندي فرصة اكتر من غيري بكتير انا بشوف في الكباية المليانة انه انا اليوم هذا الشيء انا بحب قلد وعندي برنامج عم بيطلب مني انه اطلع قلد خاصة اخر شيء انا بلشت بحديث البلد رجعت مع بيير رباط بعغير كوكب بوقت الكورونا الكازينو كان مسكر يعني انا شو بدي احلى من هيك فرصة اني اقدم شخصيات ويكون عندي دافع بس لا انا صاروا يصادفوني يعني انا تمام بلاقي اعطاني حلقة ساعة ونص عم بيمدح فيي في عندي على الـ LBC مؤخرا مع دومينيك ففي لا وراس السنة
كمان استضافوني عم نحكي، وهذا الشيء كتير حلو انك انت اليوم تكون تلفزيون بدك اياه، بده تنطلب لراس السنه. فلا شو اصلا بدك تطلع ترغي 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 ترغي، حتى كل الفنانين لما يطلعوا يقلدوا مره بينسوا كل شيء حكيوه ليعلقوا انه قلد. بقى شو بدي احلى من هيك. ميشيل، عملت كتير مسرحيات وبمسيرتك الفنيه مع كتير فنانين وكوميديانز، ليه ما استمريت مع فريق واحد دائما تعمل مسرحيات سوا؟ يعني كنت عم تتنقل دائما. انا بلشت بالمسرح سنه 80، يعني مش انت ما كنت خلقان، يمكن امك كانت خلقتها من 30 سنه كانت. لا سنه 80 من 42 سنه، يعني من 42 سنه ما فيك، من 42 سنه لليوم ما مات هذا الزلمه انت بلشت معه، يعني الله يرحمه. يعني انا بفتره هال 42 سنه وصلت لمطرح، بلشت مع فرقه، بعدين صار عندي فرقه، بعدين صرت مع ماريو صح. وكانت اجمل تجربه واحلى تجربه بحياتي هي مع ماريو، لانه ماريو كثير ستريت وكثير حقاوي، بتتفق معه على شغله بيكمل، ومسرحه في مسج صحيح، في اشياء هيك بتمرق مبتذله او شيء شوي هيك بلغاريتي مثل ما بيقولوا، بس اذا واحد بيطلع ورا هالبلغاريتي في وراها مسج عم يلطش، بكون عم بيمرق مسج، بس بدك الناس يعني تروح ابعد صح. من هيدي الشغله يعني يلي اون ذا سبوت، بدك تروح ابعد. اوكي. بس انا كنت مبسوط اكثر شيء بالكوميدي نايت 4 4 1/2، واجمل وحده كانت اخر وحده كوميدي نايت اون ذا رود. اوكي. يعني عن جد بترجع بتعيد اذا ماريو حكيك وقال لك بدنا نرجع نعيد الاكسبيرينس، بترجع بتروح معه؟ اذا كنت نايب لا، يعني النايب وهيك وعلى المسرح وكذا لا، بس اذا ما نجحت لا سمح الله وهيك شايف، يعني لانه خارقيننا بشكل مش طبيعي السلطه والمنظومه وعم بكبوا ملايين، ما بعرف اذا رح يخلونا نوصل الملايين. ماني توكس ان شاء الله توصل. ماني توكس everywhere، عم تنشرها الضمائر، عم تنشرها الكرامات عن جد للاسف. بونيتا خليني ساكت. طلعت مرة بمقابلة، هلا بعتقد رح تفوتوا ايديكم. ليه؟ طلعت مرة بمقابلة وقلت انه هشام حداد استبدلك بمسرحياته مع بنت، وما صدقت كيف صارت معه ونزلت دغري عندها انه انا صرت مع هشام بالمسرحيات تبعه. أوكي. عندك جرأة تقولي مين البنت؟ ندى طرباي. كنا سوا اصلا من زمان بالمسرحية، بنت لذيذة، واصلا ميشيل اشتغل معها، بس ما بقول لا، وانا بحبها. بتقلد حلو؟ لا ما بدنا، مو بتقلد حلو، بتقلد في اشياء بتقلدها حلوة. مش هيك ميشو، اليوم عندك صبايا على التيك توك بحطوا لك الليبسينج تبع الفنان، بينزلوا السايت بيحكوا عنهم تقليد، يعني مش كلمة تقليد كلمة كبيرة يا عمي. هلا شو إذا واحد نتفت فركش بيقولوا تقليد مدري ما بيصير، يعني بصراحة هرجوها لهالموهبة. هي لذيذة أكيد البنت، هي كتير إنسانة طيبة، اكيد كان حلو كل حدا بحب يكون مع هشام بهالفتره، بس اكيد كانت مش حلوه منا انه دغري تعلن، بس ما رجعت يعني ما مش الحال ورجعت كفيت. اوكي ميشيل، مش من زمان ابدا قلت حرفيا انه حكامنا بلا شرف والعمى بربهم، لانه ما قالن رب. كنت مقهور كثير، كنت مقهور وقت اكسبو دبي، باكسبو دبي وقتها ايه، وانا اقامتي يلي معي من دبي كانت اقامتي من الاكسبو دبي، اعطوني اياها الاماراتيه، يلي انا بعتز انه نحن من 80 سنه لحم كتافنا ورزقنا من ورا الخليج، ما حدا يزايد بقى، خلون يعطونا فرص عمل بطهران او بما بعرف وين، يعطونا فرص عمل قبل ما يبلشوا يصبوا الخليجيه والخليج، يلي عيب عيب. اطفالنا كانوا هالقد ربيوا وصاروا مهندسين ودكاتره وعم بيشتغلوا بالسعوديه وبالقطر شو هالحكي هيدا؟ بس بذات الصرخه لطشت حدا منهم للحكام وقلت انه يستحي من طوله، انه فقر شعبه هلا شو صاير هلا، يعني ما بدنا نحكي ماساه يا عمي، صاير جريمه، صاير صح، صاير شغله مروع، صاير مجزره بالبحر، غرقان مركب، ناس ميتين من الجوع، فضلوا البحر على لبنان، البحر قديش فيه خطر، يعني فضلوا الموت انه هيك هيك ميتين، خلينا نروح. فعلا ماتوا، فعلا ماتوا، ما عندهم شيء يخسروه، خسروا حياتهم. عم تحكي عن طرابلس بس، عن طرابلس بس مين حكى؟ هيدا الزلمه ابن طرابلس، بدل ما يعلن الحداد يعلن استقالته. مين هو هيدا؟
مئاتي شو بدي خاف يعني ما فهمت من شو بدي خاف عم تقلي منو هيدا انه ما اقول بدي اقول اكبر مليونير بالشمال شعبه بموت من الجوع شعب منطقته اخذ منا 500 دولار ديبوزيت اول ما طلع الموبايل ديبوزيت اسمه ديبوزيت يعني بيرجع لك ايه لمليون حدا يعني نص مليار 500 مليون خمس يعني مليون على 500 دولار 500 مليون ونن هلا 500 دولار بيفعلوا يعني اذا عطى 500 دولار لكل واحد ما بدنا اياهم يعطيهم لاهالي الشمال انا ال 500 دولار تبعي خيي بدك ترجع لي اياهم رجع على عائله بالشمال بس ميرسي اوكي عم سوري عم بعذبك بونيتا ليش لما نشوف فيك عم بتقلد نجوى كرم بيصير في هجوم كتير كبير عليك من قبل الفانز تبعها انا ما شايفه هيدا الهجوم ما على علمي انا بالعكس شكل نجوى ما بدي اقلد ميشا قلدي يلا انا هيدا الحكي ما شفته وما صدر ومش صحيح ابدا عاري عن الحقيقه بالعكس انا كنجوى بحبها لهالبنت وبامن فيها وكتبت لها شغله على الانستا انه انا بحبك وكل فانزاتي بشجعوها بس لا قصدك انت احلام انا مأكده فانز احلام بهجموا هل قد بهجموك كثير لانه ما بعرف بلفوا بدوروا بيقولوا انت ما بصيروا انتوا اللبنانيين يعني انتوا مقهرتكم غير احلام يا خيي ما خص انا عم بقلدها من ضمن 30 40 شخصيه بقلدها هلا ما بشوفوا هيك بس انه اذا احلام ما انتقدتني يعني بس لا انا نجوى ما عندي ابدا فانزيتها من مشجعيني بس انا شفت عندك على تويتر ايه؟ بيحكوك بطريقه كتير فيلجار وانت بترد عليهم بطريقه انا تويتر ماني كتير اكتف ما بعرف فيهم انستا يمكن لا تويتر اما بعرف سنة. اوكي يمكن ناسي خاينتني ذكرتي ممكن عرفت ترد عليهم بس ما يعني من سنه ما عم بقول لك انا كل فتره بكون مره عامله شيء بحبه مره ما بحبه بس لما يكون في الاجماع على يبعثوا لي يعني لا اقتنعوا ما انا ببيير ربات قلتها كثير حلو ومع لنا تي في هشام قلتها كثير حلو ميشيل تفضل انت ممثل قد ايه نسبه الممثلين بالبرلمان اوه في ممثلين على الشعب وفي ممثلين للشعب وقريبا حنصير ممثلين الشعب ان شاء الله يعني في ثلاث اشياء صح في ممثلين على الشعب في ممثلين للشعب وفي ممثلين الشعب حلوين ان شاء الله طب انا بواحد طب انا هلا خلصت الفقره بس بدي منكم تفوتوا ايديكم هيك لا ما في بعد بدكم تفوتوا ايديكم يلا بس تفوتوا ايديكم لان تعرفوا شو في جوا ما بهمني اعرف شو هيك على كل شيء ايه سوري سميت لك اسامي وهيك ما حيوت وما ترجع ما بدكم تفوتوا ايديكم بس كرماله ليه كرماله يا حبيبي كرمالك شيت على الحلقه طب شو في جوا طب ما بدك تحزري ما بدي طب انا رح مد ايدي يا عمي مش هو قال انه اذا بتجاوبوا على كل الاسئله ما بتمدوا ايدكم طب انا تخنتر طب انا ريان ما بتفوتي كرمالي ايديك لا لا انت ميرسي ميشيل انا ما رح اعملها ما بدي لا 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 يا ماما لو فوتت ايديك ما كنت خفتي ما بحب شيء هالقد مجهول نو بس شو كان فيه ما خليني اشوف ما رح تكون مفوت فرجيني عن بعيد علي مثلوا لعب ولاد صغار طيب تفضلي صفا هاي ميشا تصور كان في 100 دولار قد كنت انهارت خلينا ريان ننتقل للفقره الثانيه تبع اتصال اتصال وهلا اتصال مع النجوم هلا رح نتصل باول شخص اللي هي المخرجه منى خياط يلا بنتصل فيها صديقتي اللي بحبها كثير بس هي طريق اونلاين اوكي مش يلا أوكي. رح نبلش الاغاني بس انا مش عم بسمع الو رديت حبيبي كان بدي احكي لك موضوع بعدك متخانقه مع شو اسمه يا ربي نسيت روقي لحظه الو متخانقه الو مع مين متخانقه الو ليكي شو مشاريعك المستقبليه لحظه شو في على هالاسئله شو في قولوا لي لك قالوا لي انك انت عم تحكي عني يا الله عندك كده حكيت عنك صار لنا زمان ما التقينا مش مظبوط لحظه الو يلا صار فينا نحكي
الو بونجور ميرنا. بونجور. معك ريان حايك عم نحكيكي من البروجرام نجوم اون ستيج. كنا عم نعمل درب صغير فيكي وبونيتا كانت عم تحكيكي ومش سمعتك. اوكي. هو شو صار؟ ماشي عم بتقول مع مين متخانقه ومعنا كمان ميشيل ابو سليمان. هاي ميرنا كيفك؟ كيفو توني؟ لا ما هو البروجرام انه يقطعونا ونحكيكي ونزعجي. صح. ما هلا حكيتها قبل ما اجي. كمان هي هلا قبل ما نجي. طيب نحن مين حابين كمان نستضيفك بالبروجرام؟ هات ليكي رح افتحك فيديو لإلي بس. ايه اوكي. يلا لحظه ما انا علي الا قبل. اوكي روقوا لنشوف لحظه. لا هي تفتح فيديو. افتحي حياتي. ما رح افتح. ايه طيب عم بتشوفينا؟ لا ما بتشوفنا. ما عم بتشوفني؟ بدها ترد وتاكل الكاميرا. ايه لحظه انا بوج انا بوجك بس ايش اعطيني. هاي ده ريان. هاي لايكك كتل... وهلا عم نصور. يعطيكم العافيه. ثانك يو. لك يا ابو شي ابو شعنان. ميرسي ميرسي ميرنا حياتي. اول ما تنزل الحلقه دغري بنبعث لك اياها. يلا بكره بس تجي تصوري معه بيجي معك. تجي معك. يلا نعلى رد. اوكي يلا هلا بشوفك. باي ميرنا. باي 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 باي. شو رجعت عملتي اكل دخلي؟ باي باي. وهلا رح ننتقل لميشيل. وهلا ميشيل عم يدق لشادي مارون ذا كوميديان و اعطيني حطه على سبيكر. ما حطنا لنسمع سبيكر؟ ايه. اوكي. شادي شو مشاريعك المستقبلية؟ الو الو الو. بعدك متخانق مع شو اسمه؟ ولك قالوا لي انه كنتوا عم تحكوا عني. حبيت الهدية حبيبي حبيت الهدية. الو الو الو. كان بدي احكيك بموضوع ال 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 ماني عم بسمعك منيح. بدي اطلب منك طلب. عم تسمعني؟ عم تسمعني؟ ايه عم بسمعك عم بسمعك. لوين عزمني اليوم؟ وين بدك؟ بعدك متخانق مع شو اسمه؟ خيمين. الو 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 الو. مش متخانق مع حدا. شو تغديت اليوم؟ ولك شو صاير لك انت؟ ايه ايه ميسيو يا برو. شادي كيفك؟ عم نحكيك من بروجرام نجوم اون ستيج معك ريان حايك وحبينا نعمل درب صغير فيك وميشيل ما كان عم يسمعك عم نقول له شو بده يقول لك. ليك حاطين لي كاسك على عيني ميوزك وعم بيعطوني اوراق انا اقول لك اياهم شو هن هدول الاسئله. عم ببعث له فيديو. عم ببعث له فيديو. ومعنا بونيتا سعاده كمان عم تبعث لك فيديو بونيتا. ايه هلا على الواتساب. على الواتساب. اوكي. تحياتي تحياتي لكم جميعا. شكرا لك. تبا لك شادي. وانت عادة عندي سؤال صغير على السريع. انت عادة دغري بتعصب من ميشيل؟ لا ميشيل عسل ما بتعصب من حبيبي. يا نحلة انت يا نحلة. والله. طيب اوكي ديل. ثانك يو سو ماتش شادي. بدي استضيفك يا ريان. بدي استضيفك بالبروجرام نرجع نحكي. بتشرف. ثانك يو سو ماتش. باي شادي يلا بشوفك. وصل وصل باي. باي. وهيك رح ننتقل هلا ل 60 سكند مع النجوم. وهلا 60 ثانية مع ميشيل ابو سليمان. ميشيل رح اسألك كثير اسئلة ومعك 60 ثانية تجاوب عليهم. حاضر؟ حاضر. يلا هات لنبلش. اعجب اكلة عندك؟ اسباني خورز. طبخ او دليفري؟ طبخ. قد ايه كنت تجيب بالمدرسة؟ 7/10. اكثر مادة ما كنت تحبها؟ فيزيك. اكثر فنان قريب على قلبك؟ ماريو باسيل. اخر فنان تخانقت معه؟ مونيتا سعادة. بتفكر بالهجرة؟ لا من ولادي. شو اول شغل اشتغلته؟ انتربريز كوراني. مين اكثر شخص بتحكيه؟ مرتي. في وفا بالدومين؟ الى حد ما لا. اذا ما كان اسمك شو بتحب تسميه؟ اذا ما كان اسمك ميشيل؟ الفونس. شي مره رفضت حتى يصور معك؟ ابدا. اخذ حقك؟ الى حد ما. امتى اخر مره بكيت؟ هلا. اكلت كفوف بحياتك؟ شغله واحده بتغيرها بحالك؟ ربي شو بالي. اخر هديه هديتها لحدا؟ مرتي. شو؟
هديت مرتك؟ كلب ميلو اكثر اكثر شيء بيعصبك؟ الكلب. اكثر شيء بخوفك؟ الكلب. شو اخر هديه وصلت لك؟ كلب رجعت لي. من مين بتعتذر؟ من مرتي انه هديتها كلب. مين هلا 60 ثانية مع بونيتا سعادة. بونيتا اجاب اكل عندك؟ ملوخية. طبخ او دليفري؟ طبخ. ايه كنت تجيبي بالمدرسة؟ 11-12-20. اكتر مادة ما كنت تحبيها؟ ما مذكرة. اكتر فنان قريب على قلبك؟ صديقتي بالدومين ميرنا خياط. اخر فنان تخنقت معه؟ ما تخنقت معه. بتفكري بالهجرة؟ انا شو اول شغل اشتغلتي؟ كومبارساية. مين اكتر شخص بتحكيه؟ اختي. في وفا بالدومين؟ ايه. اذا ما كان اسمك بونيتا شو بتحبي يكون؟ ما مفكرة ابدا مبسوطة باسمي. شي مرة رفضت حدا يتصور معك؟ ايه. شو اخر هدية وصلت لك؟ اكتر شي بخوفك؟ كيف بدي نهايتنا اخرتنا؟ اكتر شي بعصبك؟ في الاشخاص المستفزة والجوعانة والمادية. شو بدك احكي لها؟ احكي اتركني سايق. اذا ربحتي باللوتو بتستقيلي؟ من شو بدي استقيل؟ من شغلك من كل شي. ايه اكيد بضلني مقضيتها سفر و شغلة واحدة بتغيريها بحالك؟ انه في اشياء ما كتير حسبتها مظبوط. وهلا رح ننتقل مع جوجل مع النجوم. هلا جوجل مع بونيتا. بونيتا كتبنا اسمك على جوجل وشفنا الاقتراحات، والاقتراحات هي عادة الناس شو بيفتشوا عليك. بونيتا سعادة ايج دايما بفتشوا على عمرك. ايه 42. بونيتا سعادة تاتو، كتير بيعلقوا على التاتو عندك. كتير عندي واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طيب تنزعجي من تعليقات الناس؟ هلا في ناس بتعلق بطريقة مش حلوة لإلهم، يعني ما فيك ما تجاوبهم. يعني إذا حدا حكي بطريقة كتير بشعة بقول له كلامك يعني إنه ما يكون طريقة الكلام أحسن. بونيتا سعادة بايوغرافي عم بشتغل عليها. إدي سألك بالدومين كيف فت عليها؟ عم تسألني. أنا أقول لك فكرت إنه مش موجودة أو موجودة. نعم بايوغرافي. أنا بلشت عمري من سنة 96. قلت لك شو بلشت بك كومبارس ببرامج، عملت فيديو كليبس مع بيتي برانس على ال بي سي، اشتركت مع توني خليفه بتخسر اذا ما بتلعب، برامج العاب، يعني هيك بسمه وطن وهلو مجرى. نعم اوكي. بونيتا سعاده هاي دائما بدون طولك، قد ايه طولك؟ هلا لانه انا متر و70 هي متر و60، بس قد ايه طولك؟ لا يعني 69. زبطه. كنت عم بتسال بونيتا سعاده براذر. عندي براذرز، عندي خي نمر سعاده ديزاينر وكريم خي من غير ام. نعم. طيب خيك يمكن قصده النمر. نعم. ليه دايما بيعلقوا عليه؟ لانه انا بذكره بكل مقابلات. كنت لانه بشتغل معه 13 سنه. وكمان نمر كان بدانسينج وذ ستارز وكان يعمل فاشن شوز، وكان عندي بي ار انه كل الاعلاميين يكونوا بالديفيلي سو بيعرفونا اكثر انه اخوه. خي الثاني بعيد عن الدومين والهودي ما بتنصحي يفوت بالدومين؟ نعم. ما بتنسى كريم؟ عبد الكريم واشتغل مع نمر فترة بس ما بحب هيدا الموضوع. خي راسه وغير هن كتير مختلفين عن بعض، بس اليوم أنا بحكي بخي كريم كتير يعني كمان، وأكيد أختي نسرين جوهرة الحلوة يعمتني اللي معزبتني ومعزبتها، والجود ناني لماي دوغ ميا بتجنن معه. وهلأ رح ننتقل لجوجل مع ميشيل أبو سليمان. ميشيل كتبنا اسمك على جوجل وشفنا الاقتراحات. اقتراحات هي عاده الناس شو بتفتش عنك. اول شيء كاتبين ميشيل ابو سليمان ايج، عن عمرك. بتحب تقول عمرك عاده؟ لا اذا عرفوا يقولوا هن. قد ايه؟ اذا صار لي 42 سنه بالفن صوب كان عمري 10، صوب كان عمري 5، صوب كان عمري 6. اوكي هن يصطفلوا. ميشيل ابو سليمان فاميلي. بحبها كثير. ايه فاميلي. شو؟ لا عم بيسألوا عن عائلتك انه يمكن ولادك اذا بلبنان. في واحد بدبي واثنين هون، الكبير والصغير هون، البسطاني بدبي. اوكي. ميشيل ابو سليمان وايف. بتجنن تاخذ العقل، وبعدني تمام انا وياها ومكفين عمرنا ورح نختير سوا وان شاء الله ما بشوف عليها شيء. ان شاء الله. ميشيل ابو سليمان بريزيدنت. مفكرينك رئيس الجمهوريه. هديك ميشيل سليمان في ابو بيناتنا، بس ابو حلو كثير عائد يعني ومقدوم. بتفكر تعمل رئيس جمهورية؟ ليش لا؟ ليش لا؟ يلي جايين أحسن مني؟ في مرق كم واحد بياخدوا العقل وعملوا بلد وعملوا نظام وعملوا دولة.
يلي مرقوا بس من شيء 30 سنة لليوم للأسف. ميشيل سليمان كان بعقد؟ ميشيل سليمان؟ ليش ميشيل سليمان مش من 30 سنة اللي مرقوا؟ أوكي. في 30 سنة هول مرقوا شيلوا من تاريخ لبنان وغير الحرب 15 سنة اللي مرقت. أوكي. وهلا رح ننتقل لآخر فقرة وهي تحدي مع النجوم. هلا وصلنا على اخر فقره وهي انا سائل بنيتا خمس اسئله وميشيل خمس اسئله بس هول الاسئله رح يجاوبوا عليهم بلا ما نعرف شو السؤال الا ثلاثه من اصل خمسه واذا ما قالوا لي من هول الثلاثه من اصل خمسه شو كان السؤال راح هن يعملوا تحدي وانا بقرر شو بيكون. ريدي؟ اوكي ريدي ميشيل. اوكي بنبلش مع بنيتا. يس اوكي. وفيك ما... ايه باس باس. اوكي ميشيل باس كمان؟ ايه يعني بعد عندكم باس واحدة. أوكي. كل واحد باس واحدة. اوكي اوكي بونيتا سؤال. انا كل شيء كل شيء متعلق بالاخر ما بدي. لا نانسي عجرم. اوكي ميشيل لا عادي برجع عادي. اوكي شو سؤال بس؟ سؤال اذا نجحت بالانتخابات ممكن نرجع نشوفك بحديث البلد ولا رجعتك ممكن تاثر على الايمج تبعك كونك صرت نائم ما بتاثر على شيء وهيدا انا ورح ابقى انا. اوكي مويده بتحب تقولي شو كان السؤال؟ مين ولا ممكن ولو شو ما صار تقلدي ننسي عجرم لانه كثير صعبه يعني ما في ابدا شباب. اوكي بونيتا دوري. احساس دائما اوكي قلت بكذا مقابله انه بتحسي انك ما راح تطولي بهالدنيا شو يلي بخليك تحسي هيك مثل فيجن مثل الهام مثل شيء بيكون داخله الشخص انه هم راح ما عمر يعني 70 و80 ما انه تعمير 70 و80 بس بحس انه يكون بالخمسينات وشوي عرفت انه هيك بعد. طيب كتبتي وصيتك؟ محضرتها. ايه شو هي فينا نعرف؟ اكيد عم بزبط كل شيء بيني وبين اختي وبطلب منها وفي شيء يمكن اعمله عند كاتب العدل بس بطلب انه لما اتوفى انه شخص ما يكون بدفني لانه كان كثير اذيني بحياتي اذا ما بيراجع حساباته بتمنى ما يكون بدفني. فنان هو؟ نو اكيد لا لا الفنان بيكون بعيد نو حدا لا حدا بيكون أزيك بحياتك وأغلط غلط كتير ولو أنه ما شايف أنه أغلط بتمنى أنه ما يكون بدفنه. أوكي ميشيل سؤال جديد هون هو كلهم أضرب من بعض؟ لا لا مش كلهم فاسدين. فيك تقول شو السؤال؟ باس باس؟ ست مستعمل ثلاثة باس؟ لا اثنين اثنين؟ اثنين. أوكي بونيتا بتتمني لو ما خلقتي بلبنان؟ لا انا عشت شيء حلو بلبنان وانا ما بحب ليك ما يفكروا العالم كندا واستراليا وامريكا الحلم هلا اذا خلقوا بيتعودوا بس انا ما بحب هيك نحن هون ملتفين كثير حوالي بعض وكل شيء بحسه قريب ونحن كثير منفتحين على الخارج يعني نحن بلد صغير بس كثير منفتح نحن اهم عالم من اطباء لبنانيه الاصل وبس دوماج مثل ما قال ميشيل يعني السياسة. ميشيل سؤال جديد ما بقى يحق لي باس ايه؟ لا ما بقى يحق لي. مين اهضم بحديث البلد ميشيل قزي او نعيم حلاوي؟ مين اهضم بحديث البلد؟ لا ميشيل قزي يعني نعيم كان شوي كونستيبي يعني كان مكبوت اكتر ميشيل لا عم بيعمل حركات وحتى نعيم بيقول هيك يعني ما فيني يعني ما بقى بفكر انه نعيم زعي. اوكي بونيتا ما هيدا بيشبه السؤال الاول. طب ما فيك تقولي مين الشخص بلا السؤال؟ لا لا لانه هيدي بفغني لو بينعد وما بينعد. طب فيك تقولي شو السؤال ما زالك ما جاوبتي؟ لا يا زلمه بنفتح حالنا. طيب خلص قلت لي اثنين باس هيدا ثاني باس. اوكي معك حق وميشيل اخر سؤال. ايه انا ما بقى عندي باسات. لا مين النائب يلي اذا شفته بالبرلمان تضربه؟
كان لازم تستعمل باس هون. لا لا لا، مين النايب يلي اذا شفته بالبرلمان تدرك هو مش واحد بيطلعوا شي 70. طب اسم واحد منهم او ثلاث اسامي مازالهم كتار بيطلعوا شي 70. مين اللي ما بتضربه؟ خلص ما في جاوب. لما هن 128. طب مين اللي ما بتضربه؟ مين الزعيم يلي ما بتضربه؟ لا ما في زعيم ما بضربه. زعيم، كلمة زعيم تستفزك يعني. كلمة زعيم تستفزك. لا هدول يعني 70 اذا بلحق خبطهم كلهم ايه بخبطهم. هلا ان شاء الله ما تخبطوني انا لانه نحن انتهت الحلقة وكانت حلقة حلوة حبيتوها. ايه نحن انت ما بتتخبط انت بتنبس رهين. ثانك يو. ثانك يو. وانا بقول لك جود لك بمسيرتك. ثانك يو. ميرسي. على ذوقكم كانت الحلقة. بتجنن مهضوم اوريجينال، اصلا انا من التليفون من وقتها ما كنت نتواصل قال لي افكار انه برنامجه مش هيك حوار روتيني مش عادي فحبيت. ثانك يو. ثانكس لك. ثانكس لك. خليك لاهلك وتضلك فوق راسهم ويضلوا فوق راسك. ان شاء الله. ثانكس للكل يلي كان عم يحضرنا، كانت حلقة كتير حلوة، إن شاء الله بنشوفكم بحلقة جديدة، ميرسي كتير إلكن. تشاو.